هلا بنيجي لمثال ثلاثة، نشوف كيف بدنا نجمع سالب 3.5 زائد 2.5 على 6. أول طريقة، ممكن أنا أحول هاي لكسر وهاي لكسر عادي، أوكي؟ فباجي بحكي 3 ضرب 2 6 زائد 1 بتصفي 7 على 2، تمام؟ زائد هون باجي بدي أحولها لكسر، 2 ضرب 6 12 12 ضرب زائد 5 12 زائد 5 17 على المقام نفسه، تمام. هلا باجي ايش؟ بدي اوحد مقامات. بما انه الستة من مضاعفات الاثنين، فبدي اعمل 2 6، فراح اجي كيف بدي اعمل 2 6، بدي اضربها بثلاث، بضرب بثلاث وبضرب بثلاث. شو رح تصير عنا؟ بتساوي 7 ضرب 3 21 على 6 زائد 17 على 6 ويساوي. هلا بما انه وحدنا المقامات، طبعا ما بننسى السالب، تمام، ما بننسى السالب، حكينا السالب بتنزل، هاي حولناها لكسر بس السالب بنزل، هون ضربنا بس السالب موجود. هلا باجي بجمع سالب 21 على 6 زائد 17 على 6، طبعا المقام رح يضل 6. هلا سالب 21 زائد 17، جمع عددين صحيحين بإشارات مختلفة، رح أطرح وأحط إشارة الكبير. شو الكبير؟ 21، فالإشارة رح تكون سالبة، وواحد وعشرين ناقص 17 4، تمام، فرح يصير سالب 4 على 6. وإذا بدنا نبسط بنقسم هنا على 2 وهون على 2، لو بدي أبسط الناتج بيصير سالب 2 على 3، تمام، سالب 2 على 3 إذا بدي أبسط. الطريقة الثانية إني مثلا بحكي سالب 3.5 زائد 2.5 على 6، شو بعمل؟ باجي السالب بوزعها على 3 وعلى النص، فباجي بحكي سالب 3 وسالب نص، اوكي، سالب 3 وسالب نص زائد 2.5 على 6، اوكي، بجمع الاعداد الصحيحة لحال، طبعا هون زائد، اوكي، هون في زائد، بجمع الاعداد الصحيحه لحال وبجمع الكسور لحال، فرح يصير عندي سالب 3 زائد 2 رح يصير في عندي سالب 1، سالب نص هاي بوحد مقامات، بضرب هون بثلاث وهون بثلاث، فرح يصير سالب 3 زائد 5 رح يصير 2 على 6،